السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا اولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا بمناسبة 2500 مشترك، جبنا لكم تجميعة يحبها قلبكم، تجميعة مع كرت 1080 ومعالج i7 الجيل الثامن ب4500 مع الشحن، فشي بلوشي. فما بيطول عليكم اكثر من كذا واخليكم على الفيديو. طيب يا جماعة الخير، أول شيء نبدأ فيه عندنا اللي هو كرت الشاشة. كرت الشاشة عندنا من زوتك اللي هو الجي تي اكس 1080، طبعا الميني والعادي الأداء واحد، الفرق بينهم التبريد. لأخذت العادي يجيك مراوح أكبر وتبريده أعلى، لكن بشكل عام الميني سعره ممتاز وفرق تقريبا هو 300 ريال على السعر العادي، فأنت بالخيار تشتري الميني أو العادي. معروف الكرت 1080 عطول على 4K يا حبيبي، يدعس اغلب الالعاب. طبعا 8 جيجا بايت ما هو تي اي العادي، اغلب الالعاب 4K ان شاء الله ما راح تواجه اي مشاكل باذن الله تعالى، وكرت جدا ممتاز. ونجي للي بعد عندنا، هو اللي هو ماذر بورد من MSI Z370، معروفه MSI من افضل شاشات هي واسس من ناحيه الماذر بورد. طبعا ماذر بورد تدعم الجيل الثامن من معالجات انتل، برضو تدعم سرعه الرامات الى سرعه 4000 DDR4، شيء صاروخ. طبعا تقدر تاخذها، هي انا اللي اخذتها عندي هنا فيها الشيبينج مع كامل كل شيء، راح اوريكم اياها مع قيمه الشيبينج. لقيت قيمتها 412، فسعرها مره طايح بالعاده. سعر اللي هي الزد 370 على تقريبا 550 الى 800 تقريبا هذا سعره. نجي اللي بعده عندنا اللي هو المعالج من انتل الجيل الثامن 8700 i7. طبعا ما يحتاج ابحث عن i7 8700، طبعا في الاداء 8700 كي تقريبا زي بعض، لكن الفرق بينهم ان 8700 كي يقبل كسر السرعه وهذا ما يقبل، لكن هذا تاخذه انا اضمن لك 5 سنين او 6 سنين ما راح تغير اي شيء ما شاء الله. يعني الى الان انا اعرف ناس معه i7 الجيل الرابع الى الان ماشي معه. انا عندي جهازي اللابتوب الجيل الظاهر الرابع او الخامس ماشي والله زي الفل، حتى انه افضل من الاي 5 الجيل السادس اللي عندي مراحل. طيب نجي اللي بعده عندنا اللي هو الرامات من جي سكيل 3000 سرعتها دي ار 4 16 جيجا. طبعا الرامات جدا سريعه تعتبر، وسعرها معقول ب 430، جدا معقول يعني على 16 جيجا سرعتها 3000، يعني يا سلام سلم. طبعا ما احتاج اتكلم عن شركه اللي هي الجي سكيل. جي سكيل من افضل شركات، اذا هي ما هي افضل شركه في الرامات، يعني ما شاء الله عندهم رامات يعني توب التوب. طيب نجي اللي بعده عندنا اللي هو الباور سبلاي البرونز اديشن من اي في جي اي 500 واط، تحتاج انت 450 تقريبا على التجميع هذه، لكن 500 واط اذا انت والله موسوس اكثر خذ لك 600 واط يطلع لك بكم زياده 100 ريال تقريبا، لكن خلنا على 500 واط وكافيه وزود ان شاء الله، او زياده 50 ريال، انا قلت 100 ريال ما علينا. نجي اللي بعده عندنا اللي هو اخر شيء عندنا اللي هو كالعاده البلو 1 تيرا 181 او 172 قيمته، طبعا سعره جدا بلاش. اذا تبغى مثلا، في ناس يقول والله انا ابغى اضيف اس اس دي، شركه ممتازه عندنا، خلينا نقول نبي 500 جيجا جي بي اللي هي نبي شركه اس بي. شركه اس بي يعني ايش كتبت انا الاس اس دي، انا قلت لكم بدايه المقطع راح يكون قيمه تجميعه اللي هي 4500، لكن ما حسبت الاس اس دي، مع الاس اس دي راح تكون 4900 تقريبا، 4800 معليش مع الشحن. طيب نشوف ونعطيه اد للتشارج نشوف كم تسوى للتجميعه كامله. 7 قطع قيمتها مع الشحن واصل عند باب بيتك اقل، قلت لك 4900 او 4800 4889،
فأنت بالخيار طبعا. الاس دي تضيفه بدون ما تضيف كله يعني ما اقول كله واحد، لكن في البلو راح تمشي امورك زي الحلاوه مبدئيا. اذا انت والله عندي انا بالله 4500 ودي اخلصها على شيء، خذلك مع البلو وخذ لك مع لجتك فلوس، خذ لك الاس دي. هذا اللي اشوفه انا، لكن مو مهم الاس دي كثر ما هي مهمه الرامات على المعالج على المذر بورد على كرت الشاشه، ثم يجي بعدهم يعني عندك اهم شيء عندك المعالج ثم الرامات ثم عندك معالج معليش كرت الشاشة ثم الرامات ثم الاس دي. فما هو شيء حاجة قوية، فكل تحتاج تدفع 4592 مع شامل الشحن. هذا شوف مع الشحن واصلة عندك، هذا قيمتها اصلا 4200 وتقريبا راح يجيك الشحن 300 ريال الى 400 ريال شحن. فشيء ممتاز جدا وتجميعه جدا بطل. هذا تجميع تقدم معك 5 سنين بإذن الله، ما تتسوي أبجريد أو شيء. تحتاج طبعا تنفع لليوتيوبر، تنفع للستريمر، تنفع للي يلعب ألعاب بس، وتنفع لكل الناس، وعليها تخفيض الآن من نفس نيويك. فقيمتها جدا جدا بسيطة، أنا أشوف أنه ما تفوت صراحة، خاصة الكروت الجديدة اللي هو RTX راح تكون أسعارها ضربة في السماء زي ما شفنا RTX 2080 في الأداء. هو 1080 Ti ما هو ذاك الفرق مرة، لكن السعر فرق دبل تقريبا إذا ما خابني الذاكرة. فهذا الفيديو عندي جمعة الخير اليوم، ما بيطول عليكم أكثر من كذا، وكان معكم باسم من قناة سوكا، ويعطيكم ألف عافية. وصلنا 2500 وعقبال ما نوصل 1000 إلى 10000 بإذن الله تعالى، والسلام عليكم.